السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 21 من شهر رجب لسنة 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، في مسجد بيت الخرينج في ضاحية العارضية. فشكر الله سعيكم وكتب أجوركم وكتب لنا جميعا هذا الوقت الذي نمضيه في هذا المكان المبارك تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروم. اللهم آمين. اختار إخوانكم أن يكون حديثنا في هذه الليلة التي يسأل الله جل وعلا يجعلها مباركة علينا جميعا في هذا الشهر الحرام، عن نماذج مشرقة في تاريخنا الإسلامي، وكم يحتاج الإنسان إلى القدوة. نعم، يحتاج إلى القدوة. وقد قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. بل إن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ثلة مباركة من الأنبياء والمرسلين، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإنسان يحتاج إلى القدوة، يحتاج إلى نماذج مشرفة، نماذج مشرقة، نماذج طيبة مباركة، نماذج يحتذى بها حتى يعرف أن هذه الأمة ولادة. نعم، ولادة، تلد الخيرين والطيبين والمباركين والصالحين. فاللهم لك الحمد والمنة. واسمحوا لي أن أقدم لكم الشخصية التي أريد أن أتكلم عنها بين أيديكم، وهي امرأة لك النساء، امرأة تصنف على أنها أعلم امرأة على وجه الأرض. لا يعلم على وجه الأرض امرأة أعلم منها في دين الله تبارك وتعالى، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حبيبة رسول رب العالمين وإلفه القريب الطيبة الطاهرة المطهرة من فوق 7 سماوات. قال تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهي طيبة وكانت لطيب، بل أطيب، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة غيرها. هي أحب أزواجه إليه، بل أحب الناس إليه. حبها إيمان، وبغضها ضلال، وسبها فسوق، وقذفها كفر بالله تبارك وتعالى. من رضيها أما فهي أم له، ومن لم يرضها أما فهو كافر خارج من ملة الإسلام. قال سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فهي أمنا رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمي القرشي رضي الله عنه، وأمها أم رومان بنت عامر الكنانية. يبلغ مسند عائشة 2,210 أحاديث، وهي من 7 المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقرب امرأة
إليها في الرواية أم سلمة روت 300 حديث فقط، وهي روت 2210 أحاديث، ولذلك هي أعلم امرأة على وجه الأرض، بل لو جمعت روايات جميع النساء الصحابيات عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ ربع مرويات عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كنيتها أم عبد الله ولم تنجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله وابن أختها، وكانت تكنى بابن أختها وهو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولدت في الإسلام ولم تقل لم أعي والدي إلا وهما يدينان الدين، أي متبعان للرسول صلى الله عليه وسلم. ولدت بعد البعثة بخمس سنوات رضي الله عنها، وهي أصغر من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بثماني سنوات. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وتزوجها وهي بنت تسع رضي الله عنها وأرضاها. لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق، قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ألست أخي؟ قال: بلى. قال: أو تحل لك؟ يعني نحن أنا وأنت أخوان، فكيف تتزوج بنت أخيك؟ قال: أو تحل لك؟ قال: أنت أخي في الإسلام وهي حلال لي. فتزوجها صلوات ربي وسلامه عليه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، يأتي بك الملك في سرقة من حرير، أي قطعة من حرير، فيعرضها علي فأكشف فإذا أنت، فأقول: إن يكن هذا من الله يمضه. وقالت عائشة رضي الله عنها يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر قد أكل منه وشجر لم يؤكل منه، فأين أو إلى أين تأخذ بعيرك؟ قال: إلى الشجر الذي لم يؤكل منه. تكني أنها هي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل عليها رجل غيره رضي الله عنها وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. فكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة وأم حبيبة وأم سلمة وميمونة وصفية وجويرية وأم حبيبة، كلهن رضي الله عنهن تزوجن غير النبي قبله صلى الله عليه وسلم، والبكر الوحيدة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة. تخبر أنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: اسبقونا. فسبقوهم، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسابقينني؟ فقالت: أو تفعل؟ قال: نعم. قالت: نعم. فسابقها النبي فسبقته رضي الله عنها. تقول: فانتظر حتى ثقلت، ففي يوم كنا مسافرين فأمر الجيش أن يتقدموا، أو من معه في السفر أن يتقدموا، فتقدم فقالت: تسابقينني؟ قالت مرة ثانية قال: نعم. قالت: نعم. تقول: فسبقني. فقال: هذه بتلك، واحدة بواحدة يعني. وسألت النبي يوما رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، من من أزواجك معك في الجنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة وتوفي عن 9 صلوات ربي وسلامه عليه. فقالت له عائشة: من من أزواجك معك في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك منهن. منهن مبشرة بالجنة رضي الله عنها وأرضاها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى، صلوات ربي وسلامه عليه. وعن عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. صوروا هذه المرأة تنال هذه المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أحب الناس إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم حبه حب ديني مع حب الفطرة وهي كونها زوجة له صلوات ربي وسلامه، إلا إنه يحبها لدينها
وكانت صوامة قوامة كريمة عالمة كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا عظيما، حتى إنه سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة صلوات ربي وسلامه عليه، وقال يوما صلوات ربي وسلامه عليه: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على الثريد على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير، لم يكمل من النساء إلا امرأتان فقط، مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لها خصائص تميزت بها عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أزواجه كن 9 نسوة الذين توفي عنهن صلوات ربي وسلامه، وقبلهن 2 وهما زينب بنت خزيمة وخديجة رضي الله عنهما، توفيتا في حياة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لها خصائص على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الخصائص أن النبي كان يقسم لها ليلتين، وكل زوجة من زوجات النبي لها ليلة واحدة، إلا عائشة لها ليلتان من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ورأت حبه لعائشة، قالت: يا رسول الله، ليلتي لعائشة، تريد رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدت ليلتها لعائشة لترضي النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة تأخذ ليلتين، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة لها ليلة واحدة. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في المنام زوجة له، كما مر في حديث جبريل أنه يأتيه بها في سرقة من حرير. لم يتزوج بكرا غيرها، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات إلا عائشة، هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ روت 2210 أحاديث، بينما كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ رواياتهن أكثر من 400 رواية كلهن مجتمعات، بينما عائشة وحدها روت 2210 أحاديث. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها على صدرها، مات صلوات ربي وسلامه عليه. أعلم النساء على الإطلاق كما سيأتي تفصيل ذلك، أعلم امرأة على وجه الأرض سواء من أمهات المؤمنين أو غيرهن، فهي عائشة رضي الله عنها. أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خال طريقها ريقه قبل موته، آخر ما خال طريق النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة. إذ دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة قبيل وفاته، وكان معه سواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك، قالت عائشة: تريده يا رسول؟ قال: نعم. فأخذته من أخيها ثم قضمته ونظفته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق ريقه مع ريقها رضي الله عنها وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد، حتى توفاه الله بعد ذلك، قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم توفي صلوات ربي وسلامه عليه. من خصائصها أنه نزل عليه الوحي وهي معه في اللحاف، وهي المرأة الوحيدة التي ينزل عليه الوحي وهو في لحافها، كما سيأتي في حديث أم سلمة رضي الله عنها. نزلت براءتها من السماء عندما اتهمها أهل الإفك، أنزل الله براءتها من السماء، كما قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: اتهم يوسف فبرأه الله تبارك وتعالى لسان شاهد، واتهمت مريم فبرأها الله تبارك وتعالى لسان نبي، واتهمت عائشة فبرأها الله تبارك وتعالى بكلامه جل وعلا. فهذه المرأة امرأة مباركة نفع الله بها كثيرا، وفضائلها كثيرة جدا. فتقول عائشة رضي الله عنها: كنا نساء النبي حزبين. وهذا أمر طبيعي بين النساء،
عائشة وحفصة وسودة وصفية، هذا حزب. والحزب الثاني أم سلمة وأم حبيبة وجويرية وميمونة وزينب، هذا الحزب الثاني. وكان الناس يعرفون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا لا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم هدية إلا وهو في بيت عائشة. إذا كان في بيت عائشة في يوم عائشة تأتيه الهدايا. فحصلت الغيرة عند الحزب الثاني، حزب أم سلمة وأم حبيبة وجويرية وزينب وميمونة، وغرنا من هذا. فأرسلنا أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها إذا كان يومك، يعني إذا كان النبي عندك، قولي له يأمر الناس أن يهدوا له في أي يوم، وليس فقط في يوم عائشة، يهدون له في كل يوم. لماذا يهدون في يوم عائشة فقط؟ والناس يفعلون هذا لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في سعادة أكثر من غيرها من الأيام والليالي. فلما دخل على أم سلمة قالت له يا رسول الله لما لا تأمر الناس أن يهدوا لك في كل يوم وليس فقط في يوم عائشة؟ فقال النبي لأم سلمة يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة. فقالت أم سلمة أعوذ بالله من إيذائك يا رسول الله، أستغفر الله. فلما التقينا بها أمهات المؤمنين ماذا فعلت؟ قالت قال لك قال كلمي، قالت لا أكلمه، خلاص انتهى الأمر. فأرسلنا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن نسائك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني الناس يهدون في كل وقت وليس فقط في يوم عائشة. فقال لفاطمة يا فاطمة أتحبين ما أحب؟ قالت نعم يا أبتي. قال أحبي هذه، أحبي عائشة، أنا أحب هذه المرة، أحبي هذه. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر حبها لها بدون ظلم لباقي النساء. وقد جاء في الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، وهو حب القلب. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة إني أعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكونين غاضبة. قالت كيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية عني تقولين ورب محمد، وإذا زعلانة تقولين ورب إبراهيم. هو رب إبراهيم ورب محمد، لكن ما تقول رب محمد، تقول رب إبراهيم إذا حلفتي، تقول رب إبراهيم، ما تقول رب محمد. قالت صدقت يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك بس، لكن المحبة باقية في القلب، وإنما أهجر اسمك فقط. وتقول عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا كيف يتعاملون مع نسائكم، تقول عائشة رضي الله عنها كنت أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ العظم فيعطيني إياه أتعرقه، يعني أعرش العظم أعرمش. تقول فأتعرق اللحم ثم يأخذه مني ويضع فمه على مكان فمي صلى الله عليه وسلم، يعني تطييبا لها صلوات ربي وسلامه عليه. واستعارت مرة قلادة من أختها أسماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر وكانت عائشة معه، فسقطت القلادة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ضاعت قلادتي. قال ما يتحرك الجيش، ابحثوا عن قلادتها. فأوقف الجيش يبحثون عن قلادة عائشة رضي الله عنها حتى دخل عليهم وقت الصلاة وكاد أن يخرج، فنزلت آية التيمم وصلى الناس بالتيمم ثم وجدوا القلادة. فقال أبو موسى الأشعري ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني ينزل الله حكما شرعيا إكراما لهذه الأسرة، أسرة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عمار يحلف بالله يقول والله إنها لزوجة نبيكم في الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. أما علمها وعبادتها فشيء عجيب. عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي النبي ولها من العمر 18 سنة فقط، صغيرة، كانت تسرد الصوم لا تفطر إلا 5 أيام فقط، لا تفطر إلا أيام
العيدين وأيام التشريق وتسرد الصوم، كل يوم تصوم رضي الله عنه وأرضاه. أما عبادتها فيحدثنا بها القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق ابن أخيها، يقول: أتيت عمتي عائشة ضحى فدخلت عليها فإذا هي تصلي، فقلت: أنتظر حتى تنتهي من صلاتها، فأطالت الصلاة في الضحى، فقلت: أذهب إلى السوق أقضي بعض حاجتي ثم أرجع إليها، فإذا هي تصلي وهي تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول: ولا تستطيع أن تتجاوزها، تعيدها وتبكي رضي الله عنها وأرضاها، تعيدها وتبكي، تعيدها وتبكي رضي الله عنها وأرضاها. أما كرمها فذبحت شاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها عائشة ثم ذهب فتصدقت بالشاة رضي الله عنه، تربية النبي صلى الله عليه وسلم، تربية أبي بكر رضي الله عنه. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد يومين فقال: ما صنعت بالشاة؟ قالت: ذهبت كلها إلا الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف، فأبقت الكتف للنبي حتى يأكل منها. قالت: ذهبت كلها إلا الكتف، فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا الكتف، لأن ما تصدق به هو الذي يبقى، الذي ينفق في سبيل الله هو الذي يبقى عند الله تبارك وتعالى. فقال لها مربيها صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا الكتف. بعث لها معاوية يوما بقلادة بمئة ألف، مئة ألف، فباعتها ووزعت الأموال، مئة ألف بعد وزعتها في نفس اليوم، لم تبق عندها درهما واحدا. وأرسل لها يوما ابن أختها عبد الله بن الزبير، أرسل لها مئة ألف، ما جاء العصر إلا وقد وزعتها كلها. فقالت لها خادمتها، وكانت عائشة صائمة، فقالت لها خادمتها: لو أبقيت لنا درهما نشتري به لحما لإفطارك، أنت صائمة، على الأقل لو أبقيت لنا درهما أو دراهم نشتري بها لحما لإفطارك. قالت: ما ذكرتيني، لو ذكرتني لفعلت. ما كانت تفكر في نفسها، تفكر ماذا عند الله تبارك وتعالى. حتى ذكروا أن عبد الله بن الزبير غضب، يعني أنا أعطيك الآن مئة ألف يا خالة لتنتفعي بها، ما يأتي العصر إلا وقد أنفقتها كلها، ماذا استفدت أنت من هذه الأربعمائة؟ فغضب عبد الله بن الزبير من خالتي عائشة. طيب، فلما علمت عائشة أن عبد الله بن الزبير غضب وتضايق لهذا الأمر، قالت: والله لا أكلمه أبدا، تغضب لأني تصدقت في سبيل الله، فقالت: لا أكلمه أبدا. فصار يرسل الواسطات وكذا يريد أن يرضي خالته وهي رافضة، حتى دخل عليها بحيلة، أمر اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين مسروق وإبراهيم، فقال: تعالى استأذن على عائشة، والمسور مسروق والمسور، قال: استأذن على عائشة وأنا سأدخل في عباءة أحدكما، يعني ألبد أختبئ. فجاء إلى عائشة رضي الله عنها عند الباب فقال: يا أم المؤمنين، نريد أن نسألك في أمور، أندخل؟ قالت: ادخل. قال: كلنا؟ قالت: كلكم، ومعهم عبد الله بن الزبير. فلما دخلوا وبينها وبينهم حجاب، فدخل من وراء الحجاب لأن خالته، فدخل من وراء الحجاب واحتضنها وصار يبكي يطلب منها أن تسامحه، فسامحته رضي الله عنها وأعتقت أربعين رقبة في مقابل عفوها عن عبد الله بن الزبير، لأنها نذرت ألا تكلمه أبدا رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلع ثيابي وبيتها، فلما دفن أبو بكر كان كذلك، فلما دفن عمر استحييت من عمر، فتقول: ما كنت أنزع ثيابي وعمر موجود، وهم ميت في قبره، لأن دفن أبو بكر وعمر في بيت عائشة.
الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم دفنوا في بيت عائشة، وهي بيت عائشة حجرة، حجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هي حجرة، ودفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفن بجانبه أبو بكر، ودفن بجانبهما عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. تقول: منذ دفن عمر ما أدخل إلا وهي مشدودة علي ثيابي رضي الله عنها وأرضاها. أما علمها فيقول أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري أحد السبعة من الصحابة الذين رجعت إليهم الفتوى، سابع سبعة من الصحابة من علماء الصحابة رضي الله عنهم. أبو موسى الأشعري يقول: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. معلمة الصحابة رضي الله عنها وأرضاها. ويقول عروة بن الزبير ابن أختها أخو عبد الله بن الزبير يقول: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. ومسروق قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض، علم المواريث؟ يقول: هل كان، سألوه مسروق، قال له: هل كان، وهو من التابعين كبار التابعين، قالوا: هل كانت عائشة تحسن المواريث؟ فقال: والله لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض رضي الله عنها. ويقول الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل رضي الله عنها. ويقول عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو 18 عاما، وقد حفظت عنه شيئا كثيرا، وعاشت بعده قريبا من 50 سنة، فأكثر الناس الأخذ عنها، ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا كثيرا، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية أخذت من عائشة. ربع الأحكام الشرعية في ديننا، ربع الأحكام الشرعية أخذت من عائشة رضي الله عنها. يقول: وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إليه، ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت رضي الله عنها مع هذا من أفصح الناس. يقول الأحنف بن قيس رضي الله عنه: سمعت خطبة أبي بكر وخطبة عمر وخطبة عثمان وخطبة علي والخلفاء من بعدهم، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويقول موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله عنها. هذه المرأة الطيبة المباركة وقعت لها حادثة عظيمة جدا تسمى حادثة الإفك، وهذه الحادثة اتهام لهذه المرأة الطيبة المباركة، اتهمها بها أهل الإفك، حيث سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فتخبر أنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وكان النبي يقرع بين نسائه، فطلعت القرعة لعائشة رضي الله عنها، وهم في عودتهم كانوا يمشون في الليل ويستريحون في النهار. في أحد الأيام في رجوعهم وهم جالسون في النهار أمروا الناس بالاستعداد للانطلاق حتى يصلوا إلى المدينة، فتقول عائشة: وأمر الناس أن يستعدوا، فذهبت لأقضي حاجتي ثم رجعت وركبت الهودج أساس ينطلقون، فتقول: فإذا عقدي قد انقطع وكنت قد أخذته من أختي أسماء، فقلت أرجع أبحث عنه في المكان الذي قضيت فيه حاجتي. تقول: وبينما أنا أبحث عنه جاء
الناس وحملوا الهودج على البعير وانطلقوا ويظنون أنني داخل الهودج. تقول: وكنت نحيفة لم أحمل اللحم. عمرها في ذلك الوقت 13 سنة، عمر عائشة 13 سنة. فحملوا الهودج وانطلقوا. تقول: حتى لقيت العقد، فلما رجعت ما وجدت أحدا، الكل قد انصرف، القافلة كلها انطلقت. من عقلها رضي الله عنها قالت: سيفقدونني فيرجعون لي، فظلت في مكانها، انتظرت في مكانها. ومن إيمانها وفضل الله عليها تقول: فغلبتني عيني فنمت. طمأنينة أنزلها الله على قلبها فنامت في هذا المكان. تقول: ولم أشعر إلا بصوت أحدهم يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع. تقول: فنظرت فإذا هو صفوان بن المعطل السهمي. تقول: فخمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب، يعني عرفها، عمرها 13 سنة. تقول: والله ما كلمني كلمة، أناخ لي البعير حتى ركبت وانطلق بي خلف الجيش، وكان صفوان قد تأخر على الجيش. يذكر عنه كان ينام كثيرا رضي الله عنه، فكان متأخرا عن الجيش. فتقول: حملني على بعيري، على بعيره، وانطلقنا. فوصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه في الطريق، لأنهم يقفون في النهار على طريق المدينة والرجال يعرفون الطرق. تقول: فلما وصلت تكلم فيها أهل الإفك، وقال بعضهم: ما جاءت مع صفوان إلا وقد فعل بها وفعل، والعياذ بالله. تقول: أنا لم أسمع شيئا. وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر طبيعي جدا، واحدة ضاعت لقوها وصلوها. تقول: فلما وصلنا إلى البيت كان الناس يتكلمون فيها، خاصة المنافقين كانوا يتكلمون في عائشة رضي الله عنها، وأنها زنت وكذا، اتهموها مع صفوان بن المعطل، فهي لا تدري. تقول: وكنت قد مرضت في تلك الليلة من البرد، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيني يزورني ليس كالعادة، فقط يمر يقول: كيف أتيكم؟ لأن النبي في النهار يمر على جميع أزواجه، في الليل اللي ليلتها يروح لها، اللهم صل وسلم عليه. تقول: فكان يأتيني يقول: كيف أتيكم؟ تقول: ما لم تكن هذه عادته. كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كنت يوما متعب فقلت: ورأساه، فقال: أنا ورأساه، يعني يطيب خاطرها. تقول: الحين لا، الأمر مختلف، ناشف معي، بس يأتي يقول: كيف أتيكم؟ يعني كيف حالك؟ وينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: في شيء بس ما أدري ما هو. تقول: حتى جاءتني يوما أم مصطح قريبة عائشة بنت خالتها أو بنت خالة أبيها، فقلت لها: أريد أن أقضي حاجتي. تقول: ولم يكن عندنا في يعني مراحيض في البيوت كنف، ما يحطونها في البيوت، يخرجون بعيد يقضون حاجاتهم. تقول: فخرجت معي أم مصطح فقضيت حاجتي، ونحن راجعتان تعثرت في مرطها، يعني في ثوبها كانت تسقط أم مصطح، فقالت: تعس مصطح، تدعو على ولدها، تعس مصطح. تقول عائشة: فقلت لها: سبحان الله، تدعين على ابنك وهو رجل صالح شهد بدرا؟ ما تحملت أم مصطح، فقالت: أو ما تدرين ما قال مصطح؟ قالت: وماذا قال؟ فأخبرتها بأن الناس تكلموا عنها، عن عائشة، ومن الذين تكلموا فيها مصطح ابن خالتها هذا. تقول: فعلمت ليش الرسول صلى الله عليه وسلم تغير علي، لماذا تغير علي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فازددت مرضا على مرضي. فلما جاءني النبي صلى الله عليه وسلم كعادته قال لي: كيف أتيكم؟ كيف حالك؟ قلت له: أتأذن لي أن أذهب إلى والدي؟ قلت: أذهب إلى بيت أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، آذن لك. هذا بعد كم؟ بعد 15 يوما من كلام الناس في عائشة، وهي لم تسمع إلا الآن بعد 15 يوم. الرسول كان يسمع صلى الله عليه وسلم، وينظر نظرات المنافقين إليه كيف أنهم يعني يتشمتون
في النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الوضع حايش مع الناس بينما عايشة في بيتها. تقول فاستأذنت أريد أن أتثبت، فتقول فدخلت على أمي فقلت يا أمه ما يقول الناس في؟ قالت يا ابنتي هوني عليك، والله ما من امرأة وضيئة عند زوجها ولها ضرائر إلا كثر الكلام حولها. قالت إذن تكلم الناس في. فقالت هوني عليك يا ابنتي. تقول فصرت أبكي حتى ما يرقأ لي دمع. تصوروا امرأة تصاب في عرضها، تكلم الناس في عرضها وهي شريفة عفيفة رضي الله عنها وأرضها. تقول فكان النبي يأتيني عند أهلي كعادتي كيف تيكم، والآن عرفت السبب الآن. ففي بعد 30 يوما 15 يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، 15 يوم عند والديها. تقول بعد 30 يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فإن التوبة تجب ما قبلها، توبي إلى الله. عائشة رضي الله عنها مثل تضايقت، كيف تشك فيني، كيف تسألني هذا السؤال، مفروض أنت يعني ما تقول هالكلام. فالتفتت إلى أبيها قالت يا أبتي ألا تجيب رسول الله؟ شوف ماذا يقول أبو بكر، ما يتذكر. فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى أمي قلت يا أمه أما تسمعين رسول الله ماذا يقول؟ ألا تردين؟ دافع عني. فقالت والله ما أدري ما أقول. هذا محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، بنتهم لكن الرسول غير، اللهم صل وسلم. تقول فقلت والله إن قلت لكم إني ألممت بشيء والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني، لا تصدقنني، وإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقون، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول فجعلت أبكي حتى كاد البكاء أن يقتلني. تقول رضي الله عنها. تقول بينما نحن كذلك إذ تصبب العرق على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه الوحي ينزل عليه العرق كأنه الجمان كأنه اللؤلؤ. تقول فلما سري عنه قال أبشري يا عائشة فقد برأك الله، برأك الله. فأمي من فرحها قالت قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي فاحمديه. تقول عائشة قلت لا والله لا أحمد اليوم إلا الله، لا أحمد اليوم إلا الله، كلكم تكلمتوا فيه حتى الرسول اللهم صل وسلم عليه، لا أحمد اليوم أحدا إلا الله. فقرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم آيات سورة النور، إن شاء الله يصلي فينا الإمام إن شاء الله الشيخ فهد إن شاء الله صلاة العشاء. هذه الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فبرأها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات، كما قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى اتهم يوسف فبرأه الله بشاهد، واتهمت مريم فبرأها الله بكلام نبي وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، واتهمت عائشة فبرأها الله تبارك وتعالى بكلام منه سبحانه وتعالى. وتكلم عن براءة عائشة رضي الله عنها حسان بن ثابت، خاصة أن حسان ممن تكلم فيها، فرد على ما نسب إليه فقال في عائشة رضي الله عنها قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سور وباطل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاول، فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرئ بيماحلي، رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل، رضي الله عنها وأرضاها. ثم
تنتهي حياة هذه المرأة الطيبة المباركة فقط اختصارا لهذا بعد أن مرضت رضي الله عنها ولها من العمر كعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة رضي الله عنها، فأنشدت بيت لبيد رضي الله عنه: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، فقالت رحم الله لبيدا فكيف لو رأى زماننا هذا. يقول عروة ابن أختها: رحم الله أم المؤمنين فكيف لو أدركت زماننا هذا. قال هشام بن عروة يقول: رحم الله أبي كيف لو رأى زماننا هذا. واستأذن عليها ابن عباس وهي على فراش الموت، فقال لها عروة: يا خالة، هذا عبد الله بن عباس يستأذن عليك، يعني يسلم عليك. فقالت: مالي والابن عباس، لا أريد أن يثني علي أحد. قال: إنه من صالح بنيك. يعني ابن عباس رجل طيب مبارك من أبنائك الصالحين. فقالت: إن شئت أن تأذن فأذن له، أنت عندك الأمر. فأذن له، فدخل عليها ابن عباس رضي الله عنه فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت الله. فقال لها ابن عباس: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. ماذا تريدين؟ يطمئنها رضي الله عنها وأرضاه. ودفنت ليلا ولها من العمر كما قلنا 63 سنة، ودفنت في البقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها وعنه. وأخيرا نقول لأم المؤمنين عائشة: أماه عذرا إذا ما الشعر قام على سوق الكساد ينادي، من يواسيني ما لي أراه إذا ما جئت أكتبه، ناح القصيد ونوح الشعر يشجيني، حاولت أكتب بيتا في محبتكم يا قمة الطهر يا من حبكم ديني، فأطرق الشعر نحوي رأسه خجلا وأسبل الدمع من عينيه في حيني، وقال عذرا فإني مسني خور، شح القصيد وقام البيت يرثيني. فهذه هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها، صورة من صور تاريخنا المجيد العظيم الذي يفخر الإنسان بأن ينتسب إلى أناس مثل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. ما إيش؟ لماذا لم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يدري، ما يعلم الغيب. النبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا دليل على أن النبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، لذلك سكت، التزم الصلاة. وكانت عائشة تقول: ما كنت يعني أتصور أن الله ينزل في قرآنا، ولكن كنت أقصى ما أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئني، لكن أن ينزل الله في قرآنا ما كنت. كان تقول: كنت أنا في نفسي أحقر من أن الله ينزل في قرآنا، وأنزل الله في قرآنا شهر كامل النبي لا يعلم صلى الله عليه وسلم. هذا اختبار وابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنها، لكن أنا اختصرت لأن غشتني الساعة. هالعرضية ما يغشون، بس الساعة هي اللي غشت يعني. إيه، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الناس وكثر الكلام، استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، استشارهما في هذا الأمر: ما تقولان؟ فقال أسامة بن زيد: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، أسامة بن زيد. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول، النساء غيرها كثير، واسأل الجارية تصدقك. الجارية خادمة عائشة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة خادمة عائشة، قال لها: ماذا يعني رأيت من عائشة في حياتها اليومية؟ فقالت: والله يا رسول الله ما أغبط عليها شيئا إلا إنها جارية حديثة السن. نحن نتكلم عن 13 سنة، يعني عندنا الحين طفلة 13 سنة. تقول: لا أغبط عليها شيئا إلا إنها جارية حديثة السن، تعجن العجين ثم تنام عنه، فتأتي الداجن فتأكله. الداجن للحيوانات اللي تعيش في البيت، دجاج ولا بط ولا اللي يكون زين، أو الغنم أو الصخول. تقول: فتأتي الداجن فتأكله، ما رأيت عليها شيئا. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك،
ثم صعد المنبر وقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، يعني عبد الله بن أبي بن سلول. فقام سعد بن معاذ قال: أنا أعذرك منه يا رسول، إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواني الخزرج أمرتنا بأمرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطمأن إلى براءتها، لكن لا يستطيع هو أن يأتي ويقول هي بريئة. طيب يقول يبرئ نفسه لأن عرضه. وذاك قلنا ماذا؟ قلنا قذفها كفر. لماذا؟ لأن قذفها قذف للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقذف أبا بكر ما يكفر، الذي يقذف عمر ما يكفر، الذي يقذف عثمان عليا غيرهم من الصحابة ما يكفر، لكن أمهات المؤمنين خاصة عائشة الذي يقذفها يكفر، لأنه مكذب للقرآن الذي برأها. فلذلك يعني يختلف وضعها. فالنبي ما أراد أن يدافع، هو قال ما يعرف عنها، لكن لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة في أمة الإسلام، أن لا يعلم الغيب عندنا إلا الله جل وعلا. ما في سيدات نساء الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية. أما سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وفي رواية سيدة نساء أهل الجنة. هذا فاطمة، ما في سيدات نساء أهل الجنة، في سيدة وهي فاطمة رضي الله عنها. هذا بعض أهل العلم قال عام تشمل جميع النساء، بعضهم قال لا، سيدة نساء أهل الجنة وليست سيدة نساء النبي. يقول نساء النبي غير، وإنما هي سيدة نساء أهل الجنة وليست سيدة نساء النبي. الله أعلم. أين؟ نعم. سم. مسند عائشة. مسند عائشة فيه رواية مسروق. رواية مسروق. شلون اللي مكروه؟ متروك؟ مسروق؟ اي مسروق يروي عن عائشة. اي نعم. اي نعم يروي عنها مسروق وعروة وابن عباس، كبار الصحابة يروون عنها. اي نعم. ويروي عنها مسروق. اي نعم. طلب العلم؟ أبد نصيحة طلاب الذي أعرفه، وعلم كاليقين أو ظن كاليقين، أن هذا المسجد فيه ما شاء الله يعني دروس علمية نافعة جدا. فلو تلتزم مع الشيخ فهد والشيخ محمد ضاوي وكذا المسؤولين على هذا المسجد، يعني ستحصل علما كثيرا إن شاء الله تعالى. صح؟ بكرة عندكم؟ غدا إن شاء الله تعالى. لا المسجد هذا يعني على مستوى الكويت ما شاء الله يعني معروف بالدروس العلمية والاهتمام بها ما شاء الله. الله ينفع بكم جميعا. هنا هل الصحابة أثموا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم في عائشة من الصحابة ثلاثة، وهم مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين. هؤلاء الثلاثة يعني نقلوا الكلام الذي سمعوه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف 80 جلدة. جلد حسان بن ثابت 80 جلدة، وجلدت حمنة 80 جلدة، وجلد مصطح ابن أثاثة 80 جلدة. نعم جلدوا ثلاثة من الصحابة. نعم. عبد الله بن سيد ما جلد، وإنما أمر النبي بقتله صلى الله عليه وسلم، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قضية المصلحة والمفسدة، أو خلنا نقول أعظم المفسدتين، فرأى أنه كادت تقوم ثورة أو خلنا نقول مشكلة بين الأوس والخزرج، لأن الخزرج رأوا كأن الأوس يشمتون بهم، لأن عبد الله بن أبي بن سلول من رؤوس الخزرج. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يتثاور يعني الحيان الأوس والخزرج، ورأى أن هذه مفسدة أعظم من مفسدة ترك الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، فترك النبي ذلك لهذا الأمر. أي ولا عبد الله بن أبي سلول كما قالت عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن الذي تولى كبره، قال عبد الله بن أبي سلول. ويذكرون من الروايات أن أحد خلفاء بني أمية أظنه هشام بن الحكم بن عبد الملك، أنه دخل عليه الزهري رضي الله عنه، فقال هشام للزهري:
من الذي تولى كبره؟ فقال الزهري هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام بن عبد الملك كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال له الزهري أنا أكذب لا أبالك، والله لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت. حدثني عروة بن الزبير، وحدثني عبيد بن عمير، وحدثني نسيت الثالث الآن مسروق كأنه، طيب، عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. أول شيء ما صار خلاف، أنت تقول على الخلاف اللي صار، أنا أقول لك ما صار خلاف، إنما الذي حصل أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تطالب بميراثها من أبيها، فقال لها أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركناه صدقة، فسكتت فاطمة، ما صار خلاف، ما لها شغل، مو طرف في الموضوع. فاطمة جاءت تطالب بميراثها فقال أبو بكر لا نورث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى بين أبو بكر وفاطمة، شنو موقف عائشة؟ مش دخل عائشة بالموضوع، ما هي طرف. لا هي بالعكس، هي أحد الورثة، لو كان في ميراث كانت عائشة ترث. نعم الظاهر نعم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذين اللاتي مات عنهن النبي في الجنة، لأن الله تبارك وتعالى قال وأزواج النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولم يتغير الحكم أكيد لأن معاه. ولذلك جزاك الله خير على السؤال. لذلك تقريبا شبه اتفاق بين أهل العلم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وأفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن حزم رحمه الله تعالى يقول لا، أزواج النبي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ليش؟ قال لأنهن في درجة النبي في الجنة، فلما كنا في درجة النبي صلى الله عليه وسلم إذن هن أعلى، لأن درجة النبي أعلى في الجنة، إذن هن أفضل. لكن هذا يسمونه بالتبع وليس بالأصل، على كل حال فيها خلاف هذه من أفضل، لكن الجمهور على أن العشر المبشرين بالجنة أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهن أجمعين. يقول اشتريت 3 رؤوس من المعز وحطيت عند ولد عمي بجاخورة، ودائما تحصل بيننا خلافات شخصية، وفي أحد الأيام ضايقني زيادة فذبحت 3 معزات علما بأنها حوامل. ما أدري شنو السؤال، لكن على كل حال يعني إذا ذبحها وقال بسم الله الله أكبر يأكلها عليه بالعافية يعني، حتى لو حمل. لكن غلط الإنسان يتصرف وهو غضبان، غلط الإنسان يتصرف وهو غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم وهو قام فليجلس، فإن كان جالسا فليضطجع، ويقول إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، ويكثر من الاستعاذة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل رآه قد غضب وحمرت يعني عيناه وانتفخت أوداجه، فقال إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان لا يجعل الغضب يسيطر عليه، دائما تصرفات الغضوب يعني يندم عليها، وأنا أتصور لسانه ندمان يعني على ما وقع منه. فلا ينبغي لأحد يتصرف وهو غضبان، وما تستاهل الدنيا، ترى الدنيا ما تستاهل. يعني أذكر أن أحدهم يعني قال لصاحبه يقول أنا استفدت من الدنيا هذه 2 والله ترى كلام جميل إن شاء الله تعالى. يقول استفدت من هذه الدنيا 2 وتجاوز 80 يعني خبرة، قلت استفدت 2. قال ما هما؟ قال لا تغضب إلا لأمر عظيم، يعني أمر تافه لا تغضب، تبي تغضب اغضب على شنو؟ شيء شايد. يقول لا تغضب إلا لأمر عظيم. قال طيب هذا الثاني، قال كل أمور الدنيا تافهة يعني شنو؟ لا تغضب، لا تغضب، ما تستاهل،
والله ما تستاهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في دين الله بس بس. أما أمور الدنيا ما كان يغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته يقول ماذا عندكم من الطعام؟ ما عندنا شيء. قال إني صائم. الحين ماذا عندكم من الطعام؟ والله ما عندنا شيء. أنت طالق. صحيح؟ والله صحيح صحيح. يعني شوفوا الفرق بين واقعنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أمر سهل، ما أكلت اليوم، شو المشكلة يعني؟ ما المشكلة الكبيرة العظيمة يعني؟ ما طبخت اليوم، شو المشكلة؟ نامت، ما استيقظت، اللي يكون يعني. إني صائم، انتهى الأمر. أطلب غدا من المطعم، أعزم نفسك عند الشيخ فهد، أمور سهلة يعني. يحب الضيفان ترى. أي نعم. طيب ليش تغضب؟ على شنو؟ على أمر تافه. فحاول الإنسان دائما ألا يغضب. تكلمنا عن هذا كثيرا لكن لا بس أبشر. لا لا أبشر لا شك اللي يتطاول على دين الله تبارك وتعالى هو الخسران يعني. دين الله محفوظ بحفظ الله له سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأقزام الذين يتطاولون على دين الله تبارك وتعالى يضرون نفسهم. إنكم لن تضروا الله شيئا. طيب ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. طيب يعني الله سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهؤلاء يضرون أنفسهم. تمسك أنت بدين الله تبارك وتعالى خلي يولون ذولي ذول مسقط المتاع سينساهم التاريخ يدخل مزبلة مزبلة التاريخ يعني. ولا تهتم لهم، أهم شيء أنت تثبت. الله يثبتنا وإياك. 18 سنة يعني عائشة عمرها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة. أعداد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 11. تزوج 11 امرأة، اثنتان توفيتا في حياتي أو واحدة توفيت في حياتي وهي خديجة، وزينب بنت خزيمة أيضا توفيت في حياته، وتسع هن اللاتي مات رسول الله وهن على ذمته. شيخ لا ماريا ليست زوجة أمه. الكلبية هل هذه لا صحابية بس ليست من أمهات المؤمنين. هي صحابية لكن ليست من أمهات المؤمنين. كيف صحابية؟ نعم يوم يوم شنو؟ لما أهديت 100,000 ما أدري لكن بالخمسينات يلا توكل على الله. لأن في خلافة معاوية طيب فهي توفيت سنة 57 أو 59 يعني بالخمسينات يعني. عبد الله بن الزبير ولد أختها كم عمره؟ حولها لأن أسماء أكبر من عائشة بعشر سنوات. أسماء أختها أكبر منها بعشر سنوات. عبد الله بن الزبير يعني لما توفي النبي عبد الله بن الزبير عمره يمكن 9 سنوات وعائشة عمرها 18 بينها وبين ولد أختها 9 سنين فقط. هنا أولا أكثر أهل العلم إلى أن 70,000 العدد غير مقصود، وإن المقصود عدد كبير، وإنما ذكر 70,000 من باب أن بيان عدد كبير مو محدد ب70,000 بالضبط يعني 71 لا 70,000 لا. هذا واحد. الأمر الثاني جاء حديث في مسند أحمد، هذا في الصحيحين، جاء حديث في مسند أحمد أنه قال ومع كل 1,000 70,000 يعني يصل 49 مليون احجز مكان يمديك. بالنسلان لا ما يصح، بالمشي يعني ما يصح. نعم طلبت السيدة عائشة تدفن في مكان معين ولا ما طلبت؟ طلبت أنها تدفن في مكان معين بالبقيع. ما طلبت أنها تدفن عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما في مكان. ولذلك لما قيل لما استأذن عمر أن يدفن مع أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت آثرته لنفسي والله لا أوثرن عمر، فأعطته عمر ودفنت في البقيع. نعم سم حبك الله.
لحين يسمونها الرابعة. و أنت قديم المحاربين القدامى أنت. إيه. من الشباب الصغار ما يعرفون المنطقة الرابعة. تعرف المنطقة الرابعة؟ آه زين. هذا محافظينكم. بالنسبة لعبد الله بن سلول رحمه الله عليه. عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. هو النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كم كان مواجه يعني قابله أو كره إنه يشوفه. كره إنه يشوفه. هو مات في حياة النبي عبد الله بن أبي بن سلول، بس ولده اسمه عبد الله بعد. أبو لؤلؤة، أبو لؤلؤة المجوسي، غير إلى غيره. بس هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس الكفر رأس النفاق، ولده صحابي جليل وبنته صحابية جليلة، وأبو عامر الراهب رأس المنافقين في المدينة، ولده حنظلة غسيل الملائكة، ما له شغل، يخرج الحي من الميت، والعكس صحيح. إيه كان شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس الرسول ترك الأمر عذاب الآخرة أعظم هنا. من أعز الأبناء؟ لا، هو أول أولاده من ماريا، هو الوحيد اللي من ماريا. طيب، لا عنده عبد الله وعنده القاسم، كان يكنى بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعبد الله توأم فاطمة، عبد الله توأم فاطمة، لكنه مات صغيرا، وكذلك قاسم مات صغيرا، ثم إبراهيم يعني جاء بعد انقطاع النسل، بعد وفاة خديجة بمدة، النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له ماريا فأنجبت له إبراهيم، ثم مات بعد أيضا، لم يستمر، بقى وقت دقيقة. إذن والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الصلاة.